Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. D'abord, je suis désolé à le تأخير نتاع موعد الحصة. كنت prévu نهار الثلاث. J'ai pas eu le temps باش نحضر الكوريكسيون. هذاك علاش دونك أجلتها لليوم. بون دونك في السيري نتاع اليوم باش نخدموا على الكونتينيتي افيك لي زيلاف دو تروازيام اني. جيسبر انكم خدمتوه السيري بريسيدامون خاطر هبطتهولكم راني في الجروب. ايجالمون نحب نذكر اللي الحصه هذه تقعد راهي مسجله بلوتار، دونك اللي يحب يعاود يتفرج فيها مره ثانيه ينجم في نفس الموقع، تنجموا دونك تابونيو في الشان وتدخلوا لها اتو مومون وتلقاو التسجيل نتاع الحصه هذه والتسجيل نتاع الحصص الفارطه. ايجالمون تلقاو دي ديفيرونت فيديو نتاع كور يخصكم انتم تلمت التروازيام اني ويخصوا تلمت البكالوريا ايجالمون، دونك تنجموا تقعدوا تستفادوا منها الشان هذه السنه وعام الجايره. بون هاي من غير ما نضيعوا برشا وقت خاطر كما العاده رانا محصورين بالوقت، ديما تعرفوا لو الحجز اللي نعمله الحجز ما نجمش نتجاوز فيه الساعه. جيسبر وانه نوصلوا نكملوها قبل الساعه، نورمالمون نكملوها السيري هذه قبل الساعه ماهيش طويله ياسر كمان. بون نبداو دونك. Voilà, donc l'exercice l'oulani, l'objectif c'est de justifier la continuité d'une certaine fonction déterminée par son expression. Comme vous avez vu les deux exemples que j'ai donnés, la fonction est écrite avec deux expressions. Toutes les expressions valables dans un intervalle moyen. Donc, comment on va justifier la continuité de la fonction f dans chacun de ces deux cas? سور لي دوز انترفال بروبوزي من غير ما الكورب تكون مساوره قدامنا، خاطر لو فات اذا الكورب مساوره قدامك ساهل باش ترى الكونتينيتي، يكفي وانه ما ثماش انتربسيون في الكورب ريبريزونتاتيف. اما كي تبدا الفونكسيون ديتيرميني بار سون اكسبرسيون، هنا دونك نستعملوا لي زوبيراسيون. اساسا ثم دوز اوبيراسيون دو باز، وذاك علاش قبل ما نبدا نصلح باش نذكركم بالقواعد الاساسيه اللي باش نستعملوهم في الأمثلة ذوما أنسي كو في الأمثلة اللي كيفهم الكل. كل ما يطلب منك دو جوستيفي لا كونتينيتي دون سيرتين فونكسيون سور ان سيرتان انترفال هاو شي لازمك تعمل. دابار شوفوا القواعد اللي نستحقوا. أولا راهو توت فونكسيون بولينومي كونتوني سور نامبورت كال انترفال كونتوني دون ار، مهما كان الانترفال اوفير والا فيرمي، أي فونكسيون بولينوم إلي توجور كونتوني. إيكالمون toute fonction rationnelle, ou tarfou, fonction rationnelle, معناتها polynôme divisé par un polynôme. Il est contenu sur son ensemble de définitions. Donc, هذوما deux règles de base. تو تراو كل ما نستحقولهم. Donc, كل ما تجيني الوضعية هذه, directement je l'applique. من غير ما نصعب المسألة على روحي, le fait, وانو fonction écrite, sous l'une de ces deux formes, نجم نبرر الكونتينيتي facilement. لكن الإشكال وين باش يوقع؟ كي تبدا عندك فونكسيون ماهيش من واحده من لي دو فورم هذوما، يعني مثلا راسين والا اون فراكسيون راسيونال اف سور جي، ما يكونوش بولينوم سور بولينوم، خاطر كما قلنا بولينوم سور بولينوم سي راسيونال ونطبق ديريكتومون سيت راجل. مثلا واحده منهم الاف ولا جي تكون فونكسيون فيها راسين كاري. في الحاله ذي كومون جوستيفي لا كونتينيتي؟ نذكر بالقاعده. دونك سوا اف جي دو فونكسيون ديفيني سور ان انترفال اوفير اي اي ا ابارتونون ان انترفال اي. Donc, si les deux fonctions f et g sont contenues en a et g de a différent de 0, alors le rapport il est contenu en a. Donc, rapport de deux fonctions. Pour justifier la continuité de ce rapport, x fil f qu'on contenu ou g qu'on contenu est différent de 0. C'est tout. Le rapport est obligatoirement contenu. De même, racine de f. Donc, pour justifier la continuité de la fonction racine, يكفي تكون الفونكسيون اف اللي موجوده داخل الراديكال كونتوني اي بوزيتيف. بون لهنا بوتيتر جي اوبليي دو ميتر لا كونديسيون تاع البوزيتيفيتي، دونك لهنا يلزمها تكون اي بوزيتيف، ردوا بالكم، دونك فو دوفي لاجوتي، دونك يلزمكم تزيدوها. وتو تراو تو سويت في التطبيقات كيفاش يلزمنا نثبتوا من البوزيتيفيتي من الاكسبرسيون اللي موجوده تحت الراسين بور جوستيفيي لا كونتينيتي دو لا راسين كاري. اه نطبقوا دونك المبدا هذايا بور جوستيفيي لا كونتينيتي de la fonction f اللي موجوده في ليكزامبل الاول سور شاكان دو سي دو انترفال. نبداو بالفونكسيون هاي، دونك قدامنا الفونكسيون f، باش نبداو دونك بالانترفال 2 بلس لانفيني. لاحظوا عندي وضعيه راسين، دونك افون
دو كونسيديري لا راسين كاري يلزمني نبدا بالاكسبرسيون اللي في تحت الراسين اللي هي 2 اكس موان 4. هذايا كيما تراو سي ان بولينوم دونك الي كونتينو على اي انترفال انكلو دون ار ان بارتيكولي سور الانترفال اوفر 2 بلس لانفيني. Ensuite, 2x moins 4 est aussi positif sur cet intervalle. À la khater, x akbar min 2, yani 2x akbar min 4, ou betteli 2x moins 4 positif. Donc, à quel chouroute ktibtom, elle est continue et positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, la racine carrée de 2x moins 4, qui représente l'expression de f sur cet intervalle, bien sûr, elle est obligatoirement contenue sur l'intervalle l'ouleni l'artah tamrin, li hoa 2 plus l'infini. Voilà. هذا دونك بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني في كي تبدا اكس اقل من 2 ليكسبرسيون دو اف هي اكس والليكسبرسيون هذيا ريبريزونت ان بولينوم ونعرفوا اي بولينوم اللي كونتينو سور نامبورت كال انترفال كيما رينا توتالور دونك لا فونكسيون اف اي كونتينو سور لانترفال اوفر مو لانفيني دو هكاكا اون ابروفي لا كونتينيتي دو لا فونكسيون اف سور شاكان دو سي دو انترفال لانترفال دو بلس لانفيني اوفر اي لانترفال مو لانفيني دو اوفر. De la même façon, je vais faire le mythe. Dans les fonctions, kif kif, fait deux expressions, l'une sur l'intervalle moins l'infini moins 1, l'autre sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On va faire l'expression. On a donc un rapport de deux fonctions. Numérateur, x carré plus 2x moins 7, qui est un polynôme. Donc, il est continu sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et le dénominateur x moins 3, c'est un polynôme. Qui est contenu et non nul, qui est un dans des variables de division. Donc, il faut préciser que le dénominateur est différent de 0, non nul, pour justifier que le rapport est contenu sur cet intervalle. Bet bia, alèche x moins 3 est non nul, ala khaterna fait l'intervalle moins l'infini moins 1, ou betteli x différent de 3, l'annulation touqaf 3 acquitte. Hakaka, on a prouvé que la fonction f, il est contenu sur l'intervalle moins l'infini moins 1, b'hokum, ou un nous x carré plus 2x moins 7 sur x moins 3, c'est l'expression de f sur cet intervalle. Nous aurons donc l'intervalle moins 1 plus l'infini. Sur cet intervalle, il s'agit d'une expression polynôme. On a un polynôme, il est continu sur n'importe quel intervalle inclus dans r. Donc, il est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, f obligatoirement continu sur cet même intervalle moins 1 plus l'infini. C'est pas grave. Donc, par conséquence, f, il est contenu sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc, qui m'attra, pour justifier la continuité de n'importe quelle fonction sur un certain intervalle, lorsque la fonction il est définie par son expression, il suffit d'utiliser les opérations. Ou, akthar, wahdin, donc, ruddu ben fiom, hum f sur g ou racine de f. N'aouden akad, kitab da fiovait f sur g, il faut préciser que g est différent de 0. كتاب ده في وضعية راسين دو اف يفو بريسيزي كو اف اللي بوزيتيف سور الانترفال اللي قاعد تخدم فيه. باش نمر توا للتمرين الثاني. في التمرين الثاني باش يطلب مني ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كي تبدا الكورب مصوره قدامي. هنا دونك قبل ما نصلحوا ليكزرسيس دو اللي موجود في السيري ثم وضعيات نحب نوريهم لكم باش نفهموا بهم الديمارش اللي لازم نستعملوه. اونسويت اون كوريج ليكزرسيس نيميرو دو. دونك شوفوا الوضعيات. Voilà, on dit donc trois situations qui mettra. Dans chacun des cas suivants, on va déterminer graphiquement l'image de l'intervalle i par la fonction f. Donc, qui mettra, l'intervalle i est de moins 1 à 3, à seulement. Ensuite, dans le cas de l'un à 4, donc de là, je vais commencer à 4 seulement. Ensuite, dans l'intervalle 3, de 0 à 2, هاوكا اوفر من جهه الزيرو دونك رد بالك لهنا باش تاخذوا اوفر ومن هنا باش ناخذوها فيرمي من جهه الدو باش ناخذوه فيرمي. بون كومون فير بور ديتيرميني لي زيماج دو سي انترفال بار شاكون دو سي دو دو سي تروا فونكسيون. هنا دونك في الوضعيه هذوما كي تبدا تخدم جرافيكمون لورسكو فو فولي تروفي ليماج دان سارتان انترفال بار اون سارتان فونكسيون كي ريبريزونتي اول حاجه تعملها تو برون لا ريستريكسيون دو لا فونكسيون سور لانترفال دون. هنا مثلا L'intervalle proposé est moins 1, 3. Donc, la partie de la courbe qui correspond à cet intervalle. Yani, on a le point d'abscisse moins 1, mais là, hattech le point d'abscisse 3, yani hattech là. Yani, je prends uniquement cette partie de la courbe. Le bec, je me fasse. Tout de suite, je vais effacer la partie Z de la courbe et je garde uniquement cette partie, la partie qui correspond à l'intervalle moins 1, 3. Yani,
اللي تبدا من البوان دابسيس موانزا واللي توفى في البوان دابسيس 3. جو غارد اونيكمون سيت بارتي دو لا كور. بالنسبه للمثال هذا نفس الشيء، جو غارد اونيكمون لا بارتي كو كوريسبون لانترفال. هنا الانترفال منين يبدا؟ باش يبدا من الان، يعني من النقطه هذيا من الكورب. دونك جو برون لو بوان دو لا كورب دابسيس ان، يعني النقطه هذه، حتى ايش النقطه هذه من الكورب، دونك لو بوان دابسيس 4، يعني النقطه هذه كما قلنا. ايجي فاست كل ما هو زايد بالنسبه لنا، يعني نخلي كان البارتي هذيا من الكورب. من هنا اون فا فوار تو سويت كومون ديتيرمين ليماج دو لانترفال اي بروبوزي. هنا في الوضعيه الثالثه ديجا عطاني الكورب مصوره بطبيعتها على الانترفال 0 2، دونك ما عندي ما نفسخ، جو في غاردي توت لا كورب ريبريزونتاتيف دو اف. نرجعوا للمثال الاول ونشوفوا كيفاش باش نصلحوا. فوالا، دونك بالنسبه للمثال الاول كما تراو، دونك جي غاردي اونيكمون لا بارتي كي كوريسبون ا لانترفال موانز ان 3 كيما ترى. هاوكا هذا الانترفال لونتو بالازرق سور لاكس دي زابسيس. هاوكا يبدا من موانز ان حتى 3، يعني بديت من نقطه دابسيس موانز ان من الكورب ووقفت في النقطه دابسيس 3 في الكورب. وذاك علاش توا باش ناخذ تو لي بوان دو لا كورب ونعمل لهم بروجيكسيون سور لاكس دي زيكراك. اي نقطه في الكورب كي تعمل لها بروجيكسيون سور لاكس دي زيكراك باش تلقاها موجوده في الزون هذه. دونك لانترفال اي باش نصوروا على لاكس دي زابسيس، ولانترفال جي باش نصوروا على لاكس دي زوردوني. دونك نلقى وانو تو لي بوان دو سيت ريستريكسيون دو لا كورب سو تروف سور سيت بارتي دو لاكس دي زوردوني اللي هو بالطبيعه ان انترفال يبدا من زيرو ويوفى في الدو. وفات ها باش نبسطها لكم بطريقه اخرى. دونك نشوف المين والماكس كل بساطه. المين دو سيت بارتي دو لا كورب هو الزيرو، والماكس نتاع البارتي هذا من الكورب هو نقراه من هنا، هذا الماكس دونك نقراه هو دو. بار كونسيكونس ليماج دو لانترفال موانز ان 3 بار لا فونكسيون اف سي لانترفال 0 2. بون نشوف لهنا لي زيكستريميتي اتان، ولا ثم نقطه في الجزء اللي خليته من الكورب لوردوني نتاعها 0، دونك الي اتان ذاك علاش خديت فيرمي. وثم نقطه اخرى اللي هي هذه لوردوني نتاعها 2 وموجوده في الجزء اللي خليته من الكورب، دونك من جهه الدو كيف كيف باش ناخذوا فيرمي. دونك فينالمون ليماج دو لانترفال اي اللي هو موانز ان 3 ايغال لانترفال فيرمي 0 2. لاحظوا حاجه، لانترفال اي سيت ان انترفال اوفير، سون ايماج ولا انترفال فيرمي. دونك احتمال راهو ليماج دو لانترفال يتحول لانترفال، واحتمال ليماج دو لانترفال اوفير يقعد ان انترفال اوفير. دونك سا ديبون انت والاكزومبل. نمروا للمثال الثاني كما حكينا توتالور. Je vais garder uniquement la partie, cette partie de la courbe. À la khater, une partie de la table de le point d'abscisse 1 ou tout fait le point d'abscisse 4. Qui m'a dit comme tout à l'heure, nous avons le min ou le max. Le min, c'est moins 1. Le max, c'est 3. Ou bien, le min, il est atteint. À la khater, une note de la majeure. Fait le partie de la courbe, il est de la courbe. À la khater, l'intervalle I, il est fermé. Fait j'ai été le 1. Ou le max, c'est de kif kif, majeure. Fait l'ensemble d'arrivée. خاطر عندي النقطة ذي من البارتي اللي قعدت لي من الكورب سون اوردوني تيغال 3. بار كونسيكونس ليماج دو لانترفال 1 4 او لانترفال لو انتو بالازرق دو ديبار سون ايماج سي لانترفال هاني ملولو هنا بالاخضر يبدا من الموانز حتى شل 3 اي لي تان انترفال فيرمي. نمشيو للمثال الثالث، عطاني بطبيعته كورب مصورة على الانترفال 0 2 وطلب مني باش نحسب له ليماج دو لانترفال 0 2. دونك يل سوفي واني نشوف المين والماكس. نبدا بالمين، الفونكسيون عندها مينيموم اللي هو هذا، قد قيمته كما تراه واحد، لكن هنا الفونكسيون ماهيش ماجوري، ماشيه وتطلع ماشيه وتطلع، دونك اني با ماجوري سيتادير كيل فا الي فير بلوس لانفيني. يعني ليماج دو لانترفال 0 2 سي لانترفال اللي يبدا من الان ومن هنا ما يوفاش، يعني طالع جوسكو بلوس لانفيني، بالطبيعه من جهه الان الي فيرمي ومن جهه لانفيني الى سورا اوفير، دونك سي لانترفال ان بلوس لانفيني فيرمي من جهه الان. هكايا اون ا تروفي ليماج دو شاكان دو سي انترفال اون يوتيليزون لي جرافيك. نمروا توا ما لا نجمو للتمرين رقم 2 في السيري وتو تراو المساله باش تولي سهله. فوالا، دونك في اعطاني لا كورب دون فونكسيون وطلب مني باش نشوف لو جرافيكمون ليماج دو شاكان دو سي دو انترفال. بون ناكد على حاجه وهذه ربما لاحظتوها توتالور، اي كو مادام الفونكسيون كونتينو راهو ليماج دان انترفال ديما باش يكون ان انترفال. دونك ذي راجل اسونسيال ا كونيتر هو كونو ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كونتينو اي توبليغاتوارمون اي تان انترفال، يكفي تعرف حدود نتاعو منين يبدا ونيوفا فيرمي والا اوفر.
والتكنيك اللي بالطبيعة وريتوكم توتالور هو اللي باش نقعدوا نطبقوه شاك فوا كي تبدا الكورب مثورة قدامنا. نبداو دونك باش نحسبوا لي مارج لانترفال 0 بلس انفيني. لانترفال 0 بلس انفيني يعني من هنا حتى بلس انفيني، هاك هذا هو لانترفال 0 بلس انفيني. دونك جو في غاردي سيت بارتي من الكورب اللي تبدا من البوان دابسيس 0 اللي هي النقطة هذه حتى لانفيني. فوسي دونك لا بارتي دو لا كورب كي اللي باش تبقى لي. دونك هنا توا باش نعرف ليماج دو لانترفال 0 بلس انفيني نشوف المين والماكس. الكورب لهنا كيما تراو الي مينوري بار 0، لكن الزيرو نوصلوا لها ولا كيما تراو الزيرو ماناش باش نوصلوا لها. الكورب صحيح ماشي تقرب للزيرو لكن سونز اتاندر زيرو، دونك الي مينوري بار 0 مي سوني با مينيموم. دونك ليماج دو لانترفال 0 بلس انفيني سي لانترفال اللي يبدا من زيرو لكنه اوفير في جهه الزيرو خاطر الزيرو ما نوصلولهاش. انسويت الجهه الاخرى ناخذ الماكس كيما قلنا مين ماكس. الماكس هاو لهنا ماهوش هذا، ردوا بالكم هذا ماهوش الماكس، هاو الماكس ما الفونكسيون تاعنا الجزء هذا اللي مصور اللي خليناه من الكورب الماكس نتاعو باش يكون لهنا يعني 3 سور 2 بار كونسيكونس اي لي اتان بيان سور بار كونسيكونس ليماج دو لانترفال 0 بلس انفيني بار اف هو لانترفال 0 3 دومي. باه نمشيو للمثال اللي بعده. طلب مني ليماج دو لانترفال موان زان يعني باش نخلي من الكورب الجزء هذا يبدا من البوان هذه دابسيس موان زان ويوفى في البوان هذايا دابسيس ان. لو فوالا جي غاردي سات بارتي دو لا كور ونشوف تو. دونك سات بارتي دو لا كور وشنيا المين وشنيا الماكس كيما تراو المين لهنا يعني زيرو الى تا الي تا والماكس موجود لهنا اللي هو 3 دومي ايغالمون الي تا. دونك ليماج دو لانترفال موان زا ان بار اف سي لانترفال فيرمي زيرو 3 دومي كوم سا اون ا تروفي لي زيماج دو سي انترفال بار لا فونكسيون اف. جيسبر وانو واضح كيفاش نطلعوا ليماج دان انترفال اون يوتيليزون لا ميثود جرافيك. ونمروا توا للتمرين رقم 3. دونك في التمرين رقم 3 كيف في الجزء الاول باش يطلب مني باش نحسب له لي زيماج دو سارتان ريال ومن بعد باش نحسب له طلع له لي زيماج دي زانترفال. تعلمنا توا كيفاش نخدموا لي زيماج دي زانترفال جيسبر وانو المره الجايه رابيدمون نخدموهم وما نغلطوش فيها. ليماج دو زيرو دونك نشوف التصويره هذايا زيرو سوني ليماج دو زيرو دونك باش نقراها من هنا النقطه هذيا من الكورب سون ابسيس ايكالا زيرو سون اوردونيت ايكالا دو دونك ليماج دو زيرو ايكالا دو كيما تراو نقرا الاجابه من هنا من النقطه هذي. انسويت ليماج دو موان زان هاي لهنا دونك جو برون لو بوان سويفون دو لا كورب النقطه هذي النقطة ذي لابسيس سي موان زان نقرا لوردوني نلقاه ان دونك ليماج دو موان زان بار اف ايتيكال ان. انسويت جو شيرش ليماج دو ان بالطبيعة هاي الان ونمشي نلوج تو على البوان دو لا كورب دابسيس ان نلوج اسكي ساجي دو سو بوان بالطبيعة لا ردوا بالكم هنا ان ارك دو سيركل يعني الاكستريميتي هذي ني با اتانت يعني الاكستريميتي هذي ماهيش جزء من كورب دو اف بالتالي مازال ما وصلناش للبوان دو لا كورب دابسيس ان. نكمل لو فوالا هذا هو البوان اللي نلوجو عليه كما تراو هيك نقطة مليانة للتمييز ما بيناتهم هذه مليانة وهذا قوس فارغ. دونك النقطة هذيا سي لو بوان دو لا كورب دابسيس ان دونك لوردوني دو سو بوان هذاك هو ليماج دو ان اللي نلوجو عليه يعني 5 دومي. فوالا هكايا لقينا لي زيماج دو سي 3 ريال. تو باش نشوفو لي زيماج دي زانترفال نبدا بالانترفال موان زان ان هذا الانترفال موان زان ان دونك إل ساجي دو سيت بارتي دو لا كورب تبدا من هنا وتوفى لهنا الجزء هذايا من الكورب دونك المين نتاعو نقراه هو 1 الماكس هو 5 دومي ils sont tous les deux atteints donc c'est l'intervalle 1 5 دومي et c'est un intervalle fermé. هنا تو باش نعطيكم وضعية مركبة شوي خاطر في الانترفال 0 بلس انفيني الانترفال هذا الراو انو الجزء اللي باش يخليه من الكورب هو الجزء هذا ثم الجزء هذا يعني ثم ريبتو يعني الفونكسيون كيما تراو اني با كونتوني وبالتالي القاعدة اللي قلت لكم عليها بكري كونو ليماج دان انترفال بار فونكسيون كونتوني اي تان انترفال جو نو بو لابليكي. علاش؟ خاطر كيما تراو الفونكسيون ني با كونتوني. دونك كيفاش باش نطلع ليماج دو لانترفال 0 بلس انفيني؟ نولي نقسم الخدمة على دوز ايتاب ناخذ نشوف الجزء هذا وحده والجزء الفوقاني هذايا وحده. نبدا بالجزء اللوتاني هذا الجزء هذايا متواصل ما فيهش انتربسيون دونك ليماج نتاع الجزء هذا هو الانترفال اللي يبدا من هنا من زيرو اي بيان سور سي توفير على خاطر ني باتا ويوفى في الفالور هذا اللي هو 3 دومي وكيف كيف الي توفير على خاطره ني باتا كيما تراو
قوس فارغ مفتوح. دونك الجزء هذايا سون ايماج سي لانترفال اوفير 0 3 دومي، هاكم كما تراو شوفوا كتبت لانترفال اوفير 0 3 دومي، لكن مازال ما فاتش الحكايه، مازال عندي جزء اخر اللي هو الجزء هذا. نشوف شنو هي المين وشنو هي الماكس نتاعو. المين نتاعو هو 2 والماكس هو 5 دومي، اي ايل سون تو لي دو اتان. النقطه هذه باش نوصلوا لها وهذا باش نوصلوا لها. دونك جاجوت للانترفال الاول لانترفال دو 5 دومي ونحط الريونيون. دونك ليماج دو لانترفال كيما تراو il s'agit d'une réunion de deux intervalles. علاش ما جاتناش ليماج دو انترفال اي تان انترفال؟ خاطرها ديسكونتينو. دونك كي تهدر فونكسيون ني با كونتينو، ردوا بالكم احتمال مش ديما مي احتمال وانو ليماج دو انترفال ما يكونش ان انترفال، يكون ريونيون دو انترفال كيما في المثال اللي خدمناه توتالور. نمشيو لكيستيون بي. هنا قال لي مونتري كو ليكواسيون اف دو اكس تيغال راسين دو دو ادمي او موان سوليسيون دون لانترفال اوفير موانز ان. نذكركم بالتيورام اللي باش نخدموا به المثال هذا واي مثال يشبه له. يعني التيورام كي تريت لي زيكواسيون دو لا فورم اف دو اكس تيغال هكا. كي تبدا عندك ايكواسيون من النوع هذا اي تو فو savoir si elle admet ou non des solutions. Tu ne veux pas résoudre. Le théorème est, il ne résout pas les équations. Juste, tu dis que l'équation a une solution. Donc, tu as la fonction f contenue sur un intervalle i, et a et b sont deux réels de l'intervalle i tel que a inférieur à b. Si le cas est présent entre f de a ou f de b, alors l'équation f de x égale à k admet au moins une solution dans l'intervalle a, b. Yeah. Donc, خلاص. انت عندك ليكواسيون هذه اف دو اكس تيغال كا وتحب تشوف عندها حلول في الانترفال ا بي والا لا. شرطي يكفي تثبت في شرطي. اذا تحققوا الشرطين اون بو دير كو ليكواسيون اف دو اكس تيغال كا ال ادمي اوبليغاتوارمون او موان اون سوليسيون دون سيت انترفال ا بي. شنو هي الشرطين؟ يلزم اولا الفونكسيون تكون كونتينو، ما ثماش انتربسيون في الانترفال ا بي هذا على الاقل. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يلزمك تحسب اف دو ا وتحسب اف دو بي وتلقى الكا موجودة ما بيناتهم، يعني واحد منهم أقل من الكا والآخر أكبر من الكا. دونك tu dois vraiment calculer f de a et vraiment calculer f de b et comparer chacun des deux par k. يلزم واحد أقل من كا والآخر أكثر من كا. إذا تحققت الشرطين هذوما هاني مسطرهم بالأحمر tu peux déduire que l'équation f de x égale à k admet au moins une solution dans l'intervalle a. Allez-y, on l'applique dans notre cas. عطاني ليكواسيون اف دو اكس تيغال راسين دو دو وقال لي مونتري كيل ادمي او موان اون سوليسيون دون لانترفال موان زان. دونك عندي شرطي، اولا الخدمه في لانترفال موان زان. دونك جو دوا دابور فيريفي كو اف كونتينو سور لانترفال موان زان. نرجع للتصوير نراو انو الفونكسيون هذيا سور ار ماهيش كونتينو، انا ما يهمنيش ار، يهمني لانترفال موان زان ان برك. الار ما تهمنيش. نشوف في لانترفال موان زان ان هاو من هنا حتى لهنا كيما تراو الكورب الكورب متواصلة ما ثم حتى انتربسيون، يعني لا فونكسيون اف الي فريمون كونتينو سور لانترفال فيرمي موان زان. هذايا اولا. ثانيا الشرط الثاني نحسب اف دو موان زان ونحسب اف دو ان. اف دو موان زان توتالور اف دو موان زان توتالور حسبناها ولقيناها ان جو ليكري كيما تراو ان اقل من راسين دو دو. انسويت نمشي نحسب ليماج دو ان توتالور حسبناها ولقيناها 5 سور دو يعني 2.5، وبالطبيعه ce nombre là est supérieur à racine de 2. Donc كما تراو لقينا k اللي هي لهنا racine de 2 elle est entre f de a et f de b. Donc maintenant je peux déduire que l'équation f de x égale racine de 2 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1 1. Voilà. هكا كل ما يعطيني équation من نوع f de x égale à k والسؤال المطروح يكون montrer qu'elle admet au moins une solution dans l'intervalle b هذا يشتعل. تمشي جوست تثبت في الكونتينيتي دو اف ما بين ال ا والبي في الانترفال ا بي على الاقل. انسويت تحسب اف دو ا وتحسب اف دو بي، واحده تلقاها اقل من كا والاخرى تلقاها اكثر من كا. اي انسويت تو ديدوي ديريكتومون كو ليكواسيون ادمي او موان سوليسيون دون الانترفال ا بي. هنا الانترفال تاخذو اوفر فيرمي ولا اوفر كيف كيف راهو سان شونج ريان، يعني لو كان في التمرين عطاه اوفر جاوبو كيما عطاك اوفر، لو كان عطاه فيرمي جاوبوا كما يعطيك في الانترفال فيرمي. خاطر دو توت لي فاسون لا سوليسيون اللي تاع الانتيريور ما بين الا والبي هي لا هي ا ولا هي بي، هي موجوده الانتيريور. نمروا للتمرين الثالث.
دونك كيما تراو عطاني اون فونكسيون هاش دو اكس هي اكس اوكيب بلس اكس موان 1 قال لي مونتري كو ليكواسيون هاش دو اكس تيكال 0 ادمي دون لانترفال 0 1 او موان اون سوليسيون بون كيما تراو نفس الحكايه برك في الحاله هذه الكا هي 0 او الكا خذاها 0 دونك باش نثبت في الحاجتين اولا لازم نتاكد اللي الهاش كونتينيو اونتر 0 و 1 يعني في الانترفال 0 1 بالطبيعه هاش اون فونكسيون بولينوم دونك الي كونتينيو سور الانترفال 0 1 هاكا ثبت فيه دونك يكفي تعمل الفيريفيكاسيون راه اونسويت نحسب ليماج دو 0 ونحسب ليماج دو 1 يلزم واحده نلقاها اقل من ك والاخرى اكثر من ك لهنا الك هي صفر دونك باش نحسب هاش دو 0 هاش دو 0 هي 0 بلس 0 موان 1 يعني موان 1 هاكا اقل من صفر ونحسب ليماج دو 1 هاش دو 1 هي 1 بلس 1 موان 1 يعني 1 هاكا اكثر من صفر كيما ترى واحده اقل من صفر الاخرى اكثر من صفر الور جو ديدوي ديريكتومون كو ليكواسيون هاش دو اكس تيكال 0 ادمي او موان سوليسيون دون لانترفال 0 1 هنا تو باش نحاولوا نفهموا السؤال الثاني قال لي دوني ان انكادرمون دامبليتود 0 5 دو لا سوليسيون انا تو عرفت اللي ما بين الزيرو والان ثم حل دونك حصرت الحل في انترفال في الانترفال 0 1 انترفال 0 1 لامبليتود دو الانترفال نذكركم هو الفرق ما بين الاطراف نتاعو مثلا الانترفال 0 1 لامبليتود نتاعو هو 1 خاطر 1 موان 0 تيكال 1 ناخذ مثال اخر الانترفال 3 8 لامبليتود نتاعو هو 5 خاطر 8 موان 3 تيكال 5 دونك احنا توا حاصرين السوليسيون في انترفال طولو 1 طلب مني في السؤال الثاني باش نحصر الحل في انترفال طولو 0 5 يعني نحدد له الحل الموجود في الانتر اونتر في الانترفال 0 0 5 والا في الانترفال 0 5 1 هكا ولا هكا باش يكون الانترفال لامبليتود دو الانترفال سا سورا 0 5 كما طالب التمرين دونك باش نجم نجاوب على السؤال يكفي واني نمشي نحسب ليماج دو 0 5 ريغاردي بيان جو كالكول ليماج دو 0 5 يعني 0 5 على بوسونس 3 بلس 0 5 موان 1 حسبتها لقيتها موان 0.375 اللي هو نيجاتيف وما تنساوش اللي بكري وقت اللي حسبنا ليماج دو 1 لقيناها 1 يعني بوزيتيف مره اخرى جو في ري ابليكي لو تيوريم اللي فات ليماج دو 1 نيجاتيف ليماج دو بي بوزيتيف يعني ما بين 0 و 5 وال 1 اوبليغاتوارمون ليكواسيون هاش دو اكس تيكال 0 عندها حل وبالتالي الحل اللي حكينا عليهم بكري اوبليغاتوارمون سا سورا اونتر 0 و 5 اي 1 على خاطر لا ليماج دو 0 و 5 لقيتو اقل من صفر وليماج دو 1 لقيتو اكثر من صفر واحد اقل من الكا والاخر اكثر من الكا تستنتجوا انه ليكواسيون هاش دو اكس تيكال كا عندها حل ما بين ال ا والبي دونك فينالمون جو بو ديدوير كو لا سوليسيون دو ليكواسيون entre 0 5 et 1 كما تراو حصرتها في انترفال شنو هي لامبليتود دو الانترفال هو واحد تطرح منه 0 5 تلقى لامبليتود اللي هو كما طلب منا التمرين قال 0 5 فوالا هذا دونك بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 3 باش نقعدوا نخدموا ديما على التيوريم هذا خاطر فريمون اي تري امبورطون مع ملاحظه التيوريم هذا راهو يتسمى تيوريم دي فالور انترميديير باش تعاودوا تشوفوه في البكالوريا العام الجاي بالمسمى هذا تيوريم دي فالور intermédiaire. Je continue donc. Dans l'exercice هذا عطاني donc fonction f من غير ما عطاني l'expression نتاعها قال لي راهو f une fonction continue sur l'intervalle 0 1 sur l'intervalle 0 1 ensuite عطاني une deuxième fonction g g de x égal f de x moins x طلب مني دابور باش نحسب g de 0 fois g de 1 ومن بعد قال لي ديدوير كو ليكواسيون f دو x تيكال x ادمي او موان سوليسيون دون لانترفال 0 1 لاحظوا حاجه قبل ما نبدا نخدم في التمرين ليكواسيون اللي عطاها لي في الاخر وقال لي مونتري كال ادمي او موان سوليسيون في الانترفال 0 1 هي f دو x تيكال x اسكو جو بو ابليكي لو تيوريم اللي حكيت عليهم بكري في ايكواسيون هذه f دو x تيكال x الاجابه هي نو علاش لا خاطر ليكواسيون كون بو تريتي هي f دو x تيكال k k يكون عدد محدد ماهوش متغير كما تم هنا f دو x تيكال x الاكس ما تنجمش تعتبرها k x هو فاريابل والك هي كونستانت دونك اون بو با ابليكي سو تيوريم سور سيت ايكواسيون يعني سور f شنو هي الحل مالك كيفاش باش نعملو بور ريبوندر اون تيل كيستيون يعني ماناش باش نستعملو التيوريم اللي حكينا عليه واستعملناه توتالور سي باش نستعملو لكن مش على f هاكم باش تراو اون فا ليتيليزي سور جي نجاوب ساعة السؤال اللي الاول اللي طرحو التمرين ومن بعد تو نوصلو لهالمسألة قال لي احسب لي شوف لي السيني نتاع جيت 0 فوا جيت 1 دونك باش نحسب جيت 0 نحسب جيت 1 ونضربهم في بعض جيت 0 هي اف دو 0 موان 0 بالطبيعه يعني اف دو 0 سا سي تان ريال بوزيتيف كيف عرفت واش قال لي هو او دوبي اف اي اون فونكسيون كونتينو دو 0 1 فير سور لانترفال 0 1 اش معناتها هذا
يعني كي تاخذ اي نومرو في الانترفال 0 1 سون ايماج ابارتيان اوبليغاتوارمون على الانترفال 0 1 بارتيكوليرمون 0 اف دو 0 ابارتيان اوبليغاتوارمون على الانترفال 0 1 دونك هاك السبب على خاطر اف دو 0 دون الانترفال 0 1 هكاك كيفاش عرفت انه اف دو 0 اي سوبيريور ويغال 0 بوزيتيف انسويت حسبت ليماج دو 1 جي دو 1 هي اف دو 1 موان 1 هاك اف دو اكس موان اكس لهنا جو لي ابليكي سور اكس سور اكس تيغال 1 اف دو 1 موان 1 الي نيجاتيف كيف عرفت خاطر الاف دو 1 اقل من 1 بحكم كويسكو اف دو 1 سو تروف دون لانترفال 0 1 دونك اف دو 1 اقل من 1 وبالتالي لا ديفيرونس نيجاتيف كيما تراو جي دو 0 بوزيتيف جي دو 1 نيجاتيف دونك لو برودوي اي توبليغاتوارمون نيجاتيف هكاك عرفنا السيني دو سو برودوي باه توا باش نجيو نحاولوا نخدموا ليكواسيون اف دو اكس تيغال اكس كيما قلت لكم تو تالور ليكواسيون هذه ليكواسيون هذه ماهيش من نوع اف دو اكس تيغال هكا يفو فير اتونسيون مالناش باش نعمل دونك يل سوفي وقت اللي نحول الاكس للبروميو مومبر باش تولي كيفاش تولي مكتوبه ليكواسيون هذه مو باش تولي لنا اف دو اكس موان اكس تيغال زيرو وبحكم انه اف دو اكس موان اكس هي جي دو اكس دونك سيت ايكواسيون بروبوزي اف دو اكس تيغال اكس الي تيكويفالونت ا ليكواسيون جي دو اكس تيغال زيرو خاطر جي دو اكس هي اف دو اكس موان اكس دونك ليكواسيون هذه ايكويفالونت هذه ونذكر اذا عندك دوز ايكواسيون ايكويفالونت يعني لي سوليسيون دو لون سون لي سوليسيون دو لوتر يعني كل حل في ليكواسيون هذه هو حل في ليكواسيون هذه الاخرى دونك اذا ليكواسيون هذه عندها دي سوليسيون سي تادير كو سيلسي ادمي لي ميم سوليسيون نفس الحلول دونك دوز ايكواسيون سون ديت ايكويفالونت راهو لورسكيل بوسيد لي ميم سوليسيون يعني كل حل في ليكواسيون هذه هو حل في ليكواسيون هذه دونك بور سافوار سي سيت ايكواسيون ادمي او نون دي سوليسيون يكفي تشوف ليكواسيون هذه كان هذه عندها حلول دونك هذه كيفها عندها دي سوليسيون il s'agit des mêmes solutions بالطبيعة كان هذه n'a pas de solution يعني الاخرى ما عندهاش حلول donc on va étudier au fait في الحقيقة l'équation g de x تيجالا 0 حابوا نشوفوا l'équation هذه عندها ولا ما عندهاش حلول هاي من نوع g de x تيجالا k k لهنا هي صفر donc شنو هي الشروط باش يكون l'équation هذه عندها دي solution شرطي اولا يلزم g تكون continue ومن بعد نحسب g de a و g de b لهنا ال a و ال b هما 0 و 1 donc نحسب g de 0 و g de 1 ونشوف نبداو مش au début de l'exercice قال لنا f continue sur 0 1 والفونكسيون g هي f اللي هي continue الا الx اللي هو continue donc la fonction g est obligatoirement continue sur l'intervalle 0 1 donc الشرط الاول تاكدنا منه شوف الشرط الثاني tout à l'heure كي حسبت g de 0 مش لقيته اكبر من 0 وبعدها كي حسبت g de 1 مش لقيته اقل من 0 donc كيما تراو g de a و g de b واحد اقل من الك والاخر اكثر من الك جي دو 1 اقل من الكا وجي دو 0 اكثر من الكا دونك جو بو اوتيليزي لو تيوريم يدير كو ليكواسيون جي دو اكس تيغال 0 ادمي او موان اون سوليسيون دون لانترفال 0 1 ومادام ليكواسيون جي دو اكس تيغال 0 الي تيكويفالونت على ليكواسيون اف دو اكس تيغال اكس دونك الكونكلوزيون هي نفسها اون دون ديدوي على فا كو ليكواسيون اف دو اكس تيغال اكس ادمي او موان اون سوليسيون دون لانترفال 0 1 فوالا هذا دونك بالنسبه للاكزرسيس 4 فوالا لي دو زيكزرسيس لي بقاو هما واحد فري وفو والاخر كو سي ام دونك باش ندربوا على النوعيه ذي من الاكزرسيس هاني باش نعطيكم دونك زوز نماذج نبداو قال لي سي اف كونتوني اون ا الور اف كونتوني ا دروات اون ا شنو رايكم خوضوا شوية مهلة للتفكير ومن بعد نجاوبوا وتعالوا نعلوا إذا F سي F كونتوني أون A ألور F كونتوني أ دروات أون A وي لا ريبونس هي فري خاطر لا فونكسيون إلي ديت كونتوني أون A لورسك إلي كونتوني أ دروات يا غوش دونك أوبليغاتوارمون إلي كونتوني أ دروات أون A دونك الإجابة هي دونك الريبونس نتاعنا هي فري فوالا نمشيو للسؤال الثاني سي F ني با كونتوني أون A ألور F ني با كونتوني أ دروات أون A الإجابة لهنا نو سي با فري علاش لا هاني باش نحط الإجابة ومن بعد نعلل علاش لا دونك خاطر تنجم تكون سبب الديسكونتينيتي هي ا غوش كي نقولوا اف ني با كونتوني اون ا راهي يا اما ديسكونتيني ا دروات ولا ديسكونتيني ا غوش مش بالضرورة تكون ا دروات احتمال تكون كونتوني ا دروات لكن ديسكونتيني ا غوش اي بار كونسيكونس اللي هي ان ني با كونتوني اون ا دونك لو فات كيل ني با كونتوني اون ا ما يعنيش وانها بالضروره اني با كونتوني ا دروات باه شنو الوضعيه الثالثه سي اف ني با كونتوني ا غوش
الور اف ني با كونتينيو ا دروات. نو 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 هذا واضح الاجابه هي نو، خاطر تنجم تكون ني با كونتينيو ا غوش مي الي كونتينيو ا دروات. دونك لهنا لا بروبوزيسيون الي فاس. نمشيو للوضعيه الرابعه، اف ني با كونتينيو او ا، اف ني با كونتينيو او ا سي سولمون سي اف ني با كونتينيو ا دروات او ا، او اف ني با كونتينيو ا غوش او ا. وي بيان سور، خاطر اذا الفونكسيون ماهيش كونتينيو في ال ا دونك يلزم تكون يا اما ني با كونتينيو ا دروات والا ني با كونتينيو ا غوش. كان لو كان كونتينيو ا دروات يا غوش دونك ان سورا كونتينيو ا اوبليغاتوارمون. دونك لهنا لا بروبوزيسيون الي فري، دونك نحط لهنا لي فري. Finalement, si valeur absolue de f est continue en a, alors f est continue en a. Bien sûr, la réponse est faux. Le wadaïa sahiha est l'axe. Voilà. Donc, le wadaïa sahiha est l'axe. Lorsqu'un f continue en a, alors sa valeur absolue il est continue en a. Mais l'axe, c'est pas sahih. Nous avons valeur absolue continue, mais une fonction il est discontinue. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'exercice, les réponses sont vraies, faux, faux, vraies, faux. Nous allons passer à l'entraînement l'autre. اللي هو كوسيا. دونك المطلوب منا سي دو كوشي لا ريبونس اكزاكت دون شاكان دي كا سويفون. سي اف ايت اون فونكسيون كونتوني دي كرواسونت سور لانترفال دو 5 اي ليماج دو لانترفال دو 5 هو لانترفال 1 3. الوغ زعما ليماج دو 2 باش تكون 3 ليماج دو 5 تيكالا 1 والا ليماج دو 2 تيكالا 1 ليماج دو 5 تيكالا 3 والا ليماج دو 2 موجوده ما بين ال 1 وال 3. باه مادام الفونكسيون دي كرواسونت دونك تكون هابطه، ليماج دو لانترفال دو 5 باش تقلب كي تبدا فونكسيون دي كرواسونت راه باش يصير تغيير في الاوردر، وبالتالي ليماج دو 2 باش تكون 3 وليماج دو 5 باش تكون 1. بار كونسيكونس لا بروبوزيسيون الصحيحه هي لا بروبوزيسيون الاولانيه، هاي الاجابه الصحيحه بور سيت كيستيون. هذا على خاطرها دي كرواسونت، كان جات كرواسونت لوردر il sera respecté. Si f est une fonction continue sur l'intervalle moins 2, 5, l'image de moins 2 est égale à 3 et l'image de 5 est égale à moins 2. كما تراو l'image de moins 2 égale 3, l'image de 5 est égale à moins 2. L'équation هذه est-ce qu'elle n'admet pas de solution في l'intervalle moins 2, 5 ou elle admet au moins une solution ou elle admet exactement une solution dans l'intervalle moins 2, 5. شوفوا مليح الكال اللي اختارها هي moins 1. Est-ce que moins 1 il est compris entre f de moins 2 et f de 5 yani entre 3 et moins 2. Oui, moins 1 elle se trouve entre moins 2 et 3, entre les images de moins 2 et de 5. Et de plus, quelle est la fonction continue. Donc, qui m'a trahi, nous avons tapé le théorème des valeurs intermédiaires et déduire que l'équation admet au moins une solution dans l'intervalle moins 2, 5. Voilà, et celle-là. La fonction suivante, elle est continue en 0, ou elle la continue en moins 2, ou elle la continue en moins 1,5. Et je vais voir que c'est ça, redoubel. Là, la fonction, qui m'a trao, le domaine de définition, ou l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Et dire que la fonction continue en A, c'est qu'on continue à droite et à gauche. Le moins 2. Moins 2 qui m'attrape n'appartient pas au domaine de définition. Donc, moi je m'appelle, je suis contenu en un réel où il n'est pas défini. Donc, le mot a été éliminé. Donc, l'estimal de moins 2 a éliminé. Nous sommes sur le moins 1,5. C'est la fonction, mais il y a une interruption. Le problème est que la fonction est définie à l'émile le moins 1,5. Donc, je suis contenu à droite au moins 1,5. Mais la fonction n'est pas définie à gauche de moins 1,5. Donc, elle ne peut pas, on ne peut pas dire qu'elle est continue à gauche de moins 1,5. Ou madame, notion de la continuité à gauche, mais je m'en joue d'abonnés le moins 1,5. Donc, dire qu'elle est continue au moins 1,5, c'est faux. Redouvelle. Donc, abonnés le moins 1,5, juste on colo continue à droite au moins 1,5. Fihin fait 0, ma anna hata mouchkou. Khatr 0, moujoud fait l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. La fonction, elle sera continue en 0, à l'aimin ou à l'aissar, sans problème, ou betali. La proposition correcte est 0. Voilà. Nous avons la question Raba. Dans le plan menu d'un repère OIJ, la courbe d'une fonction. Alors, la fonction f suivante, le f, la courbe avec l'ahmer, tout ce qui est l'ahmer, qui m'a trouvé là, ce point appartient à la courbe, ou un arc ferme d'un d'un, l'extrémité n'appartient pas à la courbe. Chauffons le wadaïet.
قال لي الفونكسيون اف اللي كونتينيو او موانز 1 نو بيان سور على خاطر ثم انتربسيون في الموانز 1 دونك الاحتمال الاول غالط اللي كونتينيو ا دروات او موانز 1 دونك نشوفوا النقطه هذه اللي هي تمثل لو بوان دابسيس موانز 1 مربوطه بالجهه اليمين من الكورب دونك وي اللي كونتينيو ا دروات او موانز 1 مي اني با كونتينيو ا غاش على خاطر النقطه هذه منفصله على الجهه اليسار من الكورب وبالتالي البروبوزيسيون الصحيحه هي اللي كونتينيو ا دروات او موانز 1 دونك Il est continu à droite en moins 1, mais elle n'est pas continue à gauche, ou betteli, elle n'est pas continue en moins 1. Question raqam 5. Attendez l'équation suivante, ou qu'elle l'équation AD, elle possède dans quel intervalle parmi ces trois, au moins une solution. Qu'est-ce que je n'ai pas? Elle est une fonction f de x, ou le mot d'eau, l'équation f de x égale à 0. Elle est à l'équation f de x égale à 0, عندها دي سوليسيون ادمي او نون دي سوليسيون نتذكر التيارام اللي خدمنا به بليزيور فوا بكري باش تكون ليكواسيون عندها او موان اون سوليسيون دون انترفال لازمها تكون كونتوني اولا وثانيا يلزم ليماج دو ا ليماج دو بي واحد اقل من صفر الاخر اكثر من صفر نبداو بالاحتمال الاول دونك نحسب ليماج دو زيرو نحسب ليماج دو ا كان واحد اقل من صفر والاخر اكثر من صفر دونك البروبوزيسيون تكون صحيحه لو كان الاثنين اكثر من صفر ولا الاثنين اقل من صفر يعني الاثنين بوزيتيف ولا الاثنين نيجاتيف الاحتمال يكون غلط نشوفوا لي ماج زيرو بار اف هذه الفونكسيون اللي اعتبرتها اف هي 4 فوا راسين دو زيرو بلس 1 يعني 4 يعني 4 فوا 1 اونسويت موان 0 موان 3 فينالمون جوبتيان 1 نحسب لي ماج دو 1 هي 4 راسين دو 2 موان 1 موان 3 يعني 4 راسين دو 2 موان 4 وبالطبيعه هذا نومرو بوزيتيف دونك ليماج دو زيرو سي بوزيتيف و ليماج دو ان سي بوزيتيف الاثنين ليماج دو زيرو و ليماج دو ان دونك الكا ماهيش موجودة ما بين اف دو زيرو و اف دو ان دونك الاحتمال الاول غلط شوفوا الاحتمال الثاني مثلا ليماج دو موان زان و ليماج دو زيرو نحسب هذا ونحسب هذا يلزم واحد اقل من صفر والاخر اكثر من صفر بور دير كو ليكواسيون ادمي او موان سوليسيون سوليسيون دون لانترفال ليماج دو موان زان دونك 4 فوا زيرو يعني زيرو اونسويت موان زان او كاري يعني ان فوا لو سيني موان اي موان 3 ريزولتا فينالمون هي موان 4 ليماج دو موان 1 هي موان 4 و اي ليماج دو زيرو توتال حسب لها ولقيناها 1 دونك ليماج دو موان 1 نيجاتيف ليماج دو زيرو سي 1 سي بوزيتيف دونك كيما تراو زيرو كومبري اونتر لي دو بالتالي ليكواسيون دون لانترفال موان 1 زيرو ادمي او موان اون سوليسيون ترانثبتو في الانترفال اللي بقى في الانترفال دو 3 نحسب ليماج دو 2 ونحسب ليماج دو 3 بالنسبه ليماج دو 3 4 فوا راسين دو 3 بلس 1 يعني 4 فوا راسين دو 4 اللي هي 8 دونك 8 موان 9 موان 3 سي نيجاتيف دونك ليماج دو 3 اي نيجاتيف شوف توا ليماج دو 2 ليماج دو 2 هي 4 راسين دو 3 موان 4 موان 3 يعني موان 7 اي 4 راسين دو 3 موان 7 سي تان نومبر كي نيجاتيف بالطبيعه دونك ليماج دو 3 سي نيجاتيف ليماج دو 2 سي نيجاتيف دونك ليكواسيون دون لانترفال دو 3 ما عندهاش حل الوغ لا بروبوزيسيون الصحيحه هي l'intervalle moins 1, 0. Je termine par la wadaïa 7. Donc, la fonction partie entière, partie entière, il est contenu sur lequel de ces intervalles. Donc, l'ijaba sahiha est bien sûr l'ijaba loula, yani l'intervalle soumis ouvert à droite, 1, 2. Voilà. Hakan kounou son nihayat siri. J'espère que nous fahmna bilgda, les différents exercices qu'on a corrigés aujourd'hui. Bon, d'accord, comme بالنسبة للجماعة اللي ماهمش ابوني في الشان, je vous invite à s'abonner في الشان. دونك تلقاو راهو برشا فيديوهات سيريات كور اكسيتيرا ينجموا يعاونوكم برشا. انفيتي ايجالمون فوز امي à s'abonner à notre chaîne. ايجالمون نحب نذكر وانه ان شاء الله الجمعة الجاية حضر لكم سيري على لي زونغل اورينتي ونخصو اونسويت اون سيونس بور لو كوريجي و جوست افون لو سومون بلوكي تو نحضر لكم ان دوفوار على ميزون تخدموه نهبطه لكم تخدموه اونسويت نصلحوه مع بعضنا في الشان نتاعنا كالعادة اكتيفي لا كلوش باش كل ما نهبط فيديو تفيقوا بيه ساعات راه نسجل فيديوهات وما نهبطهمش في لي جروب هكاك ما تفطنوش بهم الور جو بو كونساي وانكم فو تنزلوا على الكلاش دو رابيل باش كل فيديو نهبطو تفطنوا به وتشوفوه لو كانوا يخصكم يعني خاص بالتروازيام اني تتفرجوا فيه وتستفادوا منه هكا نكون وصلنا لنهايه الحصه
كالعادة نقول لكم صباح الخير اي بون ترافاي.